الأخوة في ملتقى أبناء أم دكوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير يا شباب، بارك الله فيكم. ربنا ينصر الأشاوس في كل مكان، وربنا يحقق النصر المؤزر، وربنا يشفي الجرحى ويرحم الموتى ويفك أسر المأسورين. الحقيقة يعني من المؤسف يعني واحد في الأيام دي بالذات شيء يعني أشياء حاليا يعني ما بترضي وما بتخدم القضية وبتحبط الروح المعنوية. بالنسبة للمشي العشوائي، إحنا الليلة لو فقدنا رجل واحد في الدعم السريع بيعتبر لنا خسارة، رجل واحد في الجاهزية بيعتبر لنا خسارة. في الأسبوع الماضي جو استدرجوا ناس في ولاية الجزيرة، استدرجوا ناس قال لهم تعالوا عندنا مشكلة حلوها لنا، مشوا قتلوهم بدم بارد. في الشهور الماضية في جهة من حجار برضو جو استدرجوا ناس برضو قتلوهم في قرية بدم بارد. تشهد واحد ماشي تجاه مدقرسي، ماشي عشوائي، ماشي في حرب، منطقة حرب، منطقة التماس، تدخل عشان تاخذ لك سيجارة، تاخذ لك حاجة ما تسوى شيء بحكم من الضال للضال، تدخل لك في يعني المشي عشوائي، مشي بدون جدول، انت ماك ماشي لسوق، ماك ماشي في حتة آمنة. حرب، الحرب هو شنو؟ قال لك الحرب ده شنو؟ انت في نومك حزير، في مشيك حزير، معاملتك مع الناس العامل، الناس تتعامل معانا لا بسجل لا بي، هو عسكري. في ناس في اسطنبول ده قتلهم بعكاكيس، انت البلد ده ماك عارف تجي خاشي توش فيها. كم من اولادنا الجاهزين اللي ضاعوا ساكت؟ انا بالنسبه يا جماعه انا بلوم الضباط، ضباط فاكين الناس ساكت. يا جماعه الليله دخلوا المعركه يجوك ناس صنف عربيه قتاليه بيدوشكاها بقذايف وماشي براها، وما هو عارفين الطريق، يجيكوا 10 موتر بيسألوك الحته الفلانيه بوين. يا جماعه جدولوا لنا الشغله، وطولة الامد بالنسبه لنا احنا معانا بالخساره. كلكم بتشوفوا الجروبات، المصريين قالوا شنو؟ المصريين قالوا سقوط الفاجر ما من صالحنا، لازم احنا نبذل كل جهدنا، الفاجر ما يسقط. دي نقطه استفهام، المفروض الناس جد بأقرب فرصة لازم الفاجر ده يصدر. واحد اثنين بتسمع بيقولوا دارين نغيروا العملة، ده الأسباب ده كله التراخي، التراخي. في ناس نايمين يا أحبابي، معلش يعني، في ناس بذلوا مجهود، في ناس ضيعوا دمهم، في ناس انفقدوا، في ناس انخطفوا، في ناس ماتوا. الناس اللي فقدناهم في المعركة دي ما عندنا أغلى منهم تاني عشان نفقدهم، ما في نهاية. والمعركة معركة مصير، احنا يعني في تراخي ما بيرضي والله العظيم، ولا بيرضي الله ولا بيرضي الرسول ولا بيرضي المجتمع، وما بيرفع الروح المعنوية. خليك من العسكري بذل جهده مخلي اهله مهمل شيء وما يشوف القضية. يعني في ناس الليلة شهور ما سادين خدمة ما شافوا عيالهم، وفي ناس نايمين شغالين تجارة. في انفلات المنطقة ذات اللي اتحررت، أنا ذات كمثلا كدعم سريع دي اتحررت منطقة، وفي مواطنين عزل وغلابة لا حول لهم ولا قوة، أنا مفروض أمنهم. خلاص بيبقوا فريسة، فريسة للمستنفرين الدعم السريع. يعني أنا كيف أنا في الحالة دي المواطن العادي، ليه درجة قلم انشال، جداد انشال، عيش انشال، رز انشال، سكر انشال، ما يفضل الشيخ اللي في صقيعة بيقعد بنزح غصب عنه. انا ماني ما كان مأمني زايد علي كده. فاكين يا جماعة الناس ماشيين ساكت يا جماعة، ما صح. وكون مطروح في ضبط وفي ربط عسكري معروف يا جماعة، فوق الناس اللي بيتكلموا في ضباط وضباط صف وجنود، يعني عارفين مدين دور والله يحمدوا عليه. ولو قلت لهم شكرا ما كفايه، وقلت لهم بارك الله فيكم ما كفايه، قصرت من حقهم. لكن يا جماعه في تراخي، انا بعرف ناس الليله قاعدين الليله، بتكلم عن الجزيره، في ناس داخلين دخلوا الجزيره دي طلقه ما فكوها، يعني خشين الجزيره دي سلموهم مليها بطبق من ذهب طلقه ما فكوها. في قائد واحد بس من دون ذكر اسماء ده حاليا ماضي وفقد ناس وقاتل، باقي الضباط نايمين ساكنين لهم في بيوت ناس وما في شغل، وده كله محسوب عليه، محسوب على الجاهزيه.
كله محسوب على الجاهزية يا جماعة. ما في داعي يا جماعة للتراخي، ما في داعي للتراخي أبدا يا جماعة. الحرب دي حرب. الليلة لما ننزل نقول ضابط بتكلم مثلا على الزول اللي لسه في الفيديو بيقول لك مثلا دايرين نفصلوا الدولة، الدليل اللي احنا وقفنا التصدير، لكن المفروض يكون عندنا بديل. الليلة آلاف الشعب السوداني أو الدارفوري حساباتهم ليه في بنكك؟ لو الناس دي جاك فصلوا باعتبارهم قروشهم دي فريسة بيتعدوا، أموالهم فريسة بيتعدوا. هنا انت انا بتعامل بشنو العملة انت شغال بها ولغيت تغيرت عملة غيرها. انا بتعامل بشنو؟ بتعامل بدينار ليبي بفرنك فرنسي الله سهل ورا كشتين اتعامل به. افودوني يا ناس، انا صراحة انا ذات راسي مقطوع، محتار محتار في الصمت ومحتار في السكات ومحتار في الحيرة ومحتار في الناس اللي ماشيين عشوائي. يعني الناس اللي لسه فاكرهم زي ده اللي وجهوهم توجيه صح، خرطوم ده والله ينظفه. اصحوا يا ناس، يعني هسه ده الليل الكيكة للناس اللي مشوا واسروهم ديل. ده ما في مناطق حد، ده نطوا الحدود مرقوا، يعني نطوا البطان وخشوا المناطق حقات الجيش، برضه معناته ما فاهمين البلد، ماشي مشي عشوائي ساكت. ده سليل الروح المعنوية، الهبوط والضغط العملي لنا ده بيتعالج بسهل؟ ما صح يا ناس. اصحوا وصلحوا المشاعر. العرب بيقول لك العتر بيصلح المشية. ربنا يوفق الجميع ويحفظ الجميع وينصر الجميع، والقضية قضية وجود. أنا ولله لأن لو قاعد بتاجر الدعم سريع، لو انهزم اقسم بجلال الله تجادك دي تفوت خلها شغلة، خلاص الكوح حمي شغلة بيجي جد هزار ما فيه. تتذكروا الدندر، ناس الدندر اللي قتلوهم الالاف دي عشان انتم انتماء للدعم السريع، فيهم الرفاعيين وفيهم الرزيقات وفي ممثيلي دي المالودين في البلد دي من دخول المهدية، من هنا ما تحركوا نضب عنصريتهم. الليل يصفوهم قورا انتهكت، تراخي تاني ما في، البرقص دقنا تاني ما بقطيها. حتى الناس اللي ماشيين الليل بقي انفصال، الناس لازم يكون عندهم جدول ماشيين به ويكونوا في مركز قوة. والحمد لله احنا في مركز قوة، الرجال فيه والقوة فيه والفقر فيه، لكن فيه انحلال وفي تراخي. ربنا يوفق وجزاك الله خير، واسمحوا لي لو قلت مثلا كلام خارج الخط. وبارك الله فيك وحييكم وحيي ضباط الضباط صف جنود، وربنا ينصركم بركة جاه النبي يا رب. تسلموا من الشر ان شاء الله.